لو قناتك غير مفعلة فأنا بقولك الله يكون في عونك. الفترة الأخيرة فيها مشاكل كتير جدا في احتساب الساعات. فاكر زمان لما كنت بتيجي تقول يا متوحد يا فكرة أنا عندي خلل في الساعات، كنت بقولك العيب فيك أنت. لكن الفترة الأخيرة المشكلة عامة، ده أنا بيجيلي يوميا كتير جدا من الناس بتقولي عندي نقص في الساعات، عندي نقص في الساعات، عندي عدم احتساب الساعات، عندي مشكلة في الساعات. وانا قلت لحضراتكم تقريبا من شهر المشكلة دي هتفضل مستمرة معانا الى ان يتم انتهاء من التحديثات الخاصة بتحقيق الربح. يعني ايه؟ يعني الخلل مش عندك، الخلل في اليوتيوب نفسه، وده اللي اتكلمنا عليه بشكل مستمر. اول ما بيحصل تحديثات في اليوتيوب المشاهدات بتقل، اول ما بيحصل تحديثات في المشتركين المشتركين بتتخصم، اول ما بيحصل اي حاجة في اليوتيوب لازم بنلاقي قصاده خلل في استوديو اليوتيوب، سواء في مشتركين، سواء في مشاهدين، سواء في ارباح وغيره 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 وغيره، ومشاكل كتير جدا. علشان كده انا بقول لحضرتك الفترة الاخيرة هي المشكلة مش عندك، المشكلة مشكلة عامة، والمشكلة دي بخصوص التحديثات اللي هتحصل في خانة تحقيق الربح، وانت هتفضل المشكلة ملازماك. فالله يكون في عونك، صدقني انا ما اقدرش اجيب لك حل في الموضوع ده. يوم اتنين تلاتة اربعة مفيش تحديث للساعات، وكمان الساعات بتنقص، المتصفح خفي مش شغال، والله ما عيب متصفح، اصلا انا عندي مشكلة في المشاهدات، والله المشكلة في الساعات نفسها، الساعات نفسها ما بتتحسبش، في خلل فيها. فلازم تعرف ان المشكلة دي مشكلة عامة، لو انت بتمر بيها اكتب في الكومنتات، لان الناس كلها قلقانة، فانت لازم تطمنهم وتقول لهم المشكلة دي موجودة عندي تقريبا بقالي 30 يوم ويمكن اكتر كمان. تاني حاجة، في تفكير خاطئ جدا بخصوص تحقيق الربح من اليوتيوب 2023، والمشكلة دي بصراحة انا ذات نفسي مستفزاني جدا. يا جماعة بشوف اسئلة كتير جدا في الكومنتات بخصوص احتساب الفيديوهات القصيرة من ضمن ال 4000 ساعة مشاهدة في 2023. يا متوحد يا فكرة، امتى هيتم احتساب الساعات؟ وهنا بسألك سؤال مهم جدا محتاج اجابة، مين اللي قالك سيتم احتساب الساعات؟ انتوا يا قنوات تعليمية مين قال؟ حضرتك سمعت الفيديو ده؟ ممكن تجيب الفيديو ده عشان اعرف؟ لا، انتوا بتقولوا عناوين مضللة، مين بيقول؟ انا ما شفتش قناة تعليمية بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوله. لن يتم احتساب الساعات من ضمن ال 4000 ساعة مشاهدة الى وقتنا هذا بتاريخ 12/11/2022، فهم؟ بالعكس، هيكون في مشاهدات، ايوه 10 مليون مشاهدة في اخر 90 يوم بخصوص الربح من الفيديوهات القصيرة، ايوه الناتجة عن الاعلانات ما بين المشاهدات. وانا اسف جدا، هنا انا لازم انتقد اليوتيوب، وانتقادي لي هو في المدة اللي انت عملتها مدة طويلة جدا. طويلة؟ ده 90 يوم، ايوه دي مدة بالله عليك، مش مدة قليلة قوي؟ انا بتريق على فكرة، المدة دي مدة صغيرة جدا، يعني ايه 10 مليون مشاهدة في اخر 90 يوم؟ انت بتهزر؟ لا، اتمنى اليوتيوب يعيد تفكيره في الموضوع ده، 90 يوم كبيرة جدا يا عمي، في قنوات بتجيب 200 مليون مشاهدة في الفيديوهات القصيرة، مش احنا، مش العرب، صدقني مش العرب، لا ده بيعملوا الاكت مش على فيديوهات، مش احنا محتاجين نعمل سنين ضوئية نشتغل علشان نجيب 10 مليون. ما خد بالك، الفيديوهات القصيرة زي الفيديوهات الطويلة، محتاج انك تبني لها. انت بنيت؟ طبعا لا، فمحتاج تبني. علشان كده ابدأ حالا في انشاء قناة للفيديوهات القصيرة، وتابع معانا لاننا هتكلم الفترة اللي جاية في حاجات كتير جدا بخصوص الفيديوهات القصيرة. شكرا للجميع.